السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نوضح الأسايمنت السادس لجروب بي اللي هو IP version 6 Wireless LAN. شنو هو الوايرلس LAN؟ الوايرلس Local Area Network. إذن الوايرلس تكنولوجي تعتبر alternative للواير تكنولوجي اللي تسمح لنا إنه نسوي connected to different devices without using the cable. إذن الوايرلس LAN تستعمل نوعين من الفريكوانسي اللي هي 2.4 GHz وال 5 GHz. عندنا شلون تشتغل الوايرلس. عندنا أي مستخدم راح يستعمل الوايرلس إنترنت راح تتولد عنده باكيتس. هاي الباكيت راح يصير لها ترانسميتد بين الوايرلس كارد and الوايرلس أكسس بوينت باستعمال الراديو ويف. عندنا بهذا الشكل عندنا مجموعة أشخاص عندهم لابتوب ديسكتوب وفون راح يربطون ب وايرد نتورك. عندنا بالمقابل بورت وحدة اللي هي وايرلس أكسس بوينت تقابل كل هاي البورتات المربوطة wired network. لذلك تعتبر عندنا الوايرلس is more efficient and many to one access method. عندنا two mode of operation of wireless LAN اللي هي ad hoc mode وال infrastructure mode. الad hoc mode اللي هي عندنا three clients يشاركون بالinformation والفايل بدون استعمال external media. أما بالإنفراستراكشر مود عندنا 2 كلاينت اللي هي تكون مربوطة بـ Wireless Access Point. عندنا الأدفانتج والديسأدفانتج للـ Wireless LAN. الأدفانتج للـ Wireless LAN عندنا الـ Wireless LAN تسوي connected لي الـ Wireless بدون استعمال الكيبل. الـ Wireless LAN ممكن تسوي لها upgrade تحديث باستبدال الراوترات بالنيو فيرجن. الوايرلس لان ممكن اسوي لها اكستين توسيع باضافه ريبيتر واحد او اكثر. الديز ادفانتج للوايرلس لان عندنا الوايرلس نتورك هي تكون لستكيور بالمقارنه بالوايرد نتورك. عندنا اللوكال اريا نتورك توفر لنا سكيورتي اكثر، لذلك العديد من المؤسسات الحكوميه والشركات تستعمل اللان بالنتورك. عندنا هنا مجموعة من التوبولوجي بالوايرلس لان اللي هي الوايرلس بيرسونال اريا نتورك، الوايرلس لان، الوايرلس وايد اريا نتورك، البلوتوث، الواي فاي والساتلايت. حتى بما انه احنا معظمنا يتصل بشبكة الواي فاي باستعمال اللابتوب، السمارت فون، التابلت، عندنا الوايرلس هي تكون open بحيث أي شخص يقدر يعرف اسم الشبكة والباسورد يقدر يدخل للوايرلس. لذلك عندنا الوايرلس راح تعاني من الفيرنبوليتي، فحتى نتغلب على الفيرنبوليتي لازم عندنا سيكوريتي بروتوكول حتى نحافظ على السيكوريتي مال الوايرلس. عندنا هاي مجموعة من البروتوكولات للسيكوريتي بروتوكول اللي هو أول بروتوكول اللي هو الويب اللي هو Wired Equivalent Privacy اللي ظهر عام 1999 واللي يستعمل 40 بت Encryption Key. لكن اكتشفوا لاحقا انه هذا البروتوكول يكون Unvulnerable و Unsecure ومن السهل اختراقه، لذلك ظهر عندنا الويب اللي هو Wi-Fi Protected Access اللي هو شنو Developed to Solve the Web Problem واللي يستعمل Strong Encryption Method اللي هي Temporal Key Integrity Protocol. Temporal Key Integrity Protocol تستعمل Dynamic Key for Data Integrity. عندنا الويب هيكون أكثر أمان بالمقارنة مع الويب، بالرغم أنه يكون أكثر أمان إلا أنه be some of vulnerable. لذلك هذا الشيء يقودنا إلى الويب 2. الويب 2 بي some of limitation وممكن يواجه أي attack، أي نوع من الأتاك، ويستخدم temporal key integrity protocol والadvanced encryption standard. عندنا بال 2018 ظهر عندنا الويب 3 اللي هو يوفر لنا ميزات to simplicity Wi-Fi security ويوفر بروتوكولات أمان متطورة. عندنا بال 1997 IEEE قدمت IEEE 802.11 كستاندر للوايرلس لان. عندنا هاي الانواع مالتها وكل نوع وسنة الظهور والفريكوانسي والداتا ريت والرنج مالتها. على سبيل المثال عندنا 802.11AX اللي هو الواي فاي 6، ظهر عندنا بال 2019 يستعمل نوعين من الفريكوانسي 2.4 وال 5 جيجا هرتز، والداتا ريت له هي 10 جيجا بت بير سكند والرينج هو 1000. ال
الواي فاي هو شنو؟ هو Wireless Networking Technology اللي يستعمل الراديو ويف to provide the high speed internet. عندنا الواي فاي هو اختصار لل Wireless Fidelity اللي يكون الاسم التجاري إلى IEEE 802.11X. X شنو نقصد بيها؟ X هي هاي الحروف والـ A, B, N, A, S إلى آخر من الحروف. عندنا نوع من التوبولوجي في الواي فاي اللي هي peer to peer topology الـ AD hoc mode والـ IP based topology اللي هي infrastructure mode. الـ IP اللي هي wireless access point. هسه عندنا الواي فاي 6 في مجموعة من البنفيت اللي هي أول شيء reliability. reliability اللي هو إنه يوفر لي dependable connect. اتصال أكثر موثوقية للعملاء والتطبيقات الأخرى خصوصا الفويس والفيديو والIOT الانترنت اوف ثينك. وراح تزيد عندي الكاباسيتي ليش؟ لزيادة عدد المستخدمين وزيادة عدد البيانات المرسلة. وراح تزيد عندنا السرعة بمقدار 4 مرات بالمقارنة بالواي فاي 5. وراح يسوي لي improve لل 2.4 GHz band حتى يعمل بشكل أفضل مع Internet of Things devices. ليش؟ لأن Internet of Things devices تحتاج more efficiently and better Wi-Fi coverage. هسه عندنا هاي مقارنة بين ال Wi-Fi 4 وال 5 وال 6. عندنا بالنسبة لل 4 ظهر عندنا بال 2009، لل 5 بال 2014، 6 بال 2017 إلى 2019. بالنسبة للفريكوانسي بال 4 يستعمل 2.4 وال 5 بالواي فاي 5 يستعمل 5 جيجا هرتز، بالواي فاي 6 يستعمل 2.4 وال 5 جيجا هرتز. بالنسبة للباندويث عندنا بال 4 يستعمل 20 و40، بينما بال 5 وال 6 يستعمل 20 و40 و80 و160 ميجا هرتز. بالنسبة للاكسس بالواي فاي 4 وال 5 تستعمل OFDM، أما بال 6 تستعمل OFDM وال OFDM A. شنو هي ال OFDM؟ ال OFDM اللي هي أحد أنظمة البيانات ذات السرعة العالية اللي تستعمل ال Multiplexing Technology اللي تقوم بتقسيم الكارير أو الشانل إلى سب كارير أو سب شانل to transmit different signal on the same band. هاي قسمها حتى يرسلها. ساعدنا مقارنة بين الـ OFDM والـ OFDM A. بالنسبة للـ OFDM اللي شنو يسوي لي transmission للسب كارير من الـ access point إلى one station. أما بالـ OFDM A يسوي لي عملية transmission للسب كارير من الـ access point إلى multiple station بنفس الوقت. هسه نجي على الموديليشن. بالنسبة للفور هي 64 كوام والفايف 256 كوام والسيكس 1024 كوام. شنو هو الكوام؟ هي طريقة لتحسين الثروبوت للبيانات المرسلة والمستخدمة. هسه عندنا الكوام للفور وكوام للفايف اللي هو 256 وللسيكس اللي هو 1024 كوام. هسه نجي على مصطلح اللي هو Multi User Multiple Input Multiple Output اللي هو Multi User MIMO. بالنسبة لل 4 يستعمل 4x4، لل 5 يستعمل وال 6 يستعمل MIMO 8x8. شنو هو المايمو؟ Allow the Wi-Fi to communicate with multiple devices بنفس الوقت at the same time. هذا هو مفهوم المايمو بهالشكل راح يكون. هسه عندنا الماكس داتا ريت بالنسبة للفور 150 ميجا بت بير سكند، أما الفايف هو 3.5 جيجا بت بير سكند، والستيكس 9.6 جيجا بت بير سكند، والأندرلاينج تكنولوجي. هسه راح ننتقل البرنامج الباكت ريسر حتى نوضح شغلنا. عندنا شركة معينة أو مؤسسة بها مجموعة من الأجهزة مربوطة وايرد لان ومجموعة من الأجهزة مربوطة وايرلس لان، وإحنا راح نربط هذول الشبكتين باستعمال الراوتر باستخدام الـ IP version 6.
وراح نستعمل الاكسس بوينت اللي هي وايرلس، لانه الباكت تريسر ما يدعم عندنا الوايرلس راوتر، لذلك نستعمل الاكسس بوينت اللي هي وايرلس. هسه نجي على اللابتوب الاول فيزيكالي، كبر الشاشة، زوم ان، ونطفي اللابتوب، نسحب البوتن وايرلس ونضيف الوايرلس، شغل الراوتر، نرجع نفس الحالة لللابتوب الثاني فيزيكال، زوم ان، طفي الراوتر، نسحب ونضيف الوايرلس، شغل اللابتوب. مثلا نجي نضيف ال IP عندنا بالراوتر باللابتوب الأول، IP اللي هو عندنا شنو هو هذا ال IP 2001 TP 8 1 1 2، عندنا 64. نجي على الديفولت جيت واي، عفوا هنا 2، ديفولت جيت واي تكون 1. هسه نجي على اللابتوب الثاني، ديسكتوب واي بي كونفيجريشن، نضيفه، خلي مثلا هنا 4، هنا 64، هنا الديفولت جيت واي حتكون عندنا 1. هسه نجي على الاكسس بوينت، نقولها كونفيج على البورت 1 اللي هو بالوايرلس، نجي بال اس اس اي دي، نغير اسم الشبكه، نقول له مثلا اي بي 1، ونستعمل هنا الويبا اللي هو السكيورتي بروتوكول، ونعطيه باسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسه نجي لي اللابتوب، نسوي له كونكت بي بي سي وايرلس، وكونكت ريفرش، حتى تظهر عندنا الشبكة، نختار الشبكة ونسوي كونكت ونضيف الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0، ونقولها كونكت. نجي على اللابتوب الثاني نفس الحالة، بي سي وايرلس وكونكت ونرفرش، ظهرت عندنا الشبكة، وندخل الباسورد 0 ويكونكت. هسه نجي نربط الاكسس بوينت بالراوتر، بورت 0 لي فاست ايثرنت 0/1. هسه نجي نضيف هنا الاي بي مال البي سي اللي هو عندنا هذا، هنا الديفولت جيت واي راح تكون 1، هنا راح تكون 1. هسه بالنسبة للبي سي الثانية، ديسكتوب واي بي كونفيجريشن، خلينا نقول هنا 3، هنا 1، هنا 64، هنا 1، هنا 1. هسا نجي على configuration للراوتر، نقول له أول شي enable حتى ينقلني من user mode لconfiguration mode، الconfig
terminal نقول له IPv6 Unicast Routing حتى يفعل لي IPv6 بعدين Interface Fast Ethernet 0 over 0 بال IPv6 Address اللي هو عندنا هذا 2.1 TP 8.1 هذا 64 No shutdown حتى يفعل لي اللينك و exit أسج على الانترفيس fast ethernet 0 over 1 نقول له IPv6 address اللي هي شنية عندنا هاي الشبكة هاي 2001 TP 8.1.2.1 على 64 نوش داون و exit هسه لاحظ عندنا تفعل اللينك راح نجي نسوي ping من هاي الحاسبة للحاسبة الثانية اللي هي ping 2001 D8.1.2.4 راح نلاحظ عندنا play وعندنا 4 send و 4 receive واللوس عندنا 0 هسه نجي على هاي الحاسبة نسوي ping للجهة الثانية هاي اللابتوب نقول له ping 2.1 TP 8.1.2 لاحظ عندنا صار replay هم 4 send received 4 و loss 0 هنا عندنا انتهى البرنامج Thank you.